حياتنا خلاص يا جماعة هتتسجل على شريط سينما أخيرا. بيبي اللي انت بتقوله ده شيء لا يصدقه العقل. هو المنتج ده ملقاش غيرك انت، انت عشان يعمل قصة حياتك فيلم. يا سناء ما تحترمي نفسك بقى. أخيرا يا جماعة، يا جماعة المعاناة اللي الواحد طول عمره عايش فيها الحمد لله هتتسجل بقى والناس كلها هيشوفوها. أخيرا الواحد حس إن الاحتلال اللي موجود عنده ده جيب فايدة. أيوة يا عادل، بس أنا برضو مش فاهمان أنا إيه اللي خلاه يتشد بيك؟ ابني إنسان عظيم ودي أقل حاجة تتعمل له. يا سلام. عظيم بقى مرة جايزة نوفل اللي واخدها. بلا خيبة، ده قعد 4 سنين عشان ياخد دبلوم. يا سناء يا سناء ما تحترمي نفسك بقى. يا جماعة ما ينفعش الجو الوحش ده، احنا لازم نعمل على تدعيم أواصر المحبة بينا عشان نخلق جو كويس للتحولات المستقبلية القادمة. بابا هو المنتج ده ممكن يخليني امثل في الفيلم؟ طبعا يا حبيبتي خليكي تمثلي. امال ايه، اولا انا يبقى لي كلمة مسموعة، يعني انا طبعا اللي كاتب الفيلم اساسا، فاقول له دي تمثل تمثل، دي ما تمثلش ما تمثلش. عادل انا من رأيي تشيل الموضوع ده من دماغك احسن لك، اشتري نفسك يا ابني. عادل انا من رايي ان انت ما تشيلش الموضوع ده من دماغك يا بيبي، انت لازم تحارب بكل اصرار وشجاعه عشان تقدر تلاقي مكان تحت الشمس. شمس ايه في الحر دي؟ اي كلام وخلاص يا جماعه، سيبوني انا عايز بس اركز كويس قوي عشان اشوف هكتب ايه في الفيلم بقى. بس انا ماليش في الكلام ده، انا ما بفهمش في الكوره. يا ماما مش لازم تكوني بتفهمي في الكوره عشان تنزلي معانا الملعب، المهم ان انت تبقي موجوده معانا في الملعب عشان اي كوره الواحد يشوطها ما تجيش في العارضه.